صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن يجعل الرجلين حذو المنكبين. يعني لا يفتح رجليه هكذا ولا يضم هكذا، يجعلها محاذية للمنكبين. نعم. وكذلك عندنا أنا أرى كثير فرج بين الصفوف، لا، الأصل أن يسد الفرجة مع المصلي، يصلي هكذا يسد الفرج. النظر دائما إلى موضع السجود، ينظر دائما إلى موضع السجود. يكبر، يجعل اليد مضمومة هكذا حذو الأذنين أو المنكبين، مضمومة الأصابع، يضم الأصابع. نعم، حذو الأذنين أو المنكبين. الله أكبر. ثم يضع هذا الباطن على الظاهر هنا أو يقبض هكذا قبض. نعم، لا يستر يديه خطأ ولا يضع هنا مثلا الخاصرة أو هنا على خطأ، يضع هكذا أو يقبض هكذا. ثم يستحب له هنا أن يقرأ دعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو غير هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه. نعم، سنة. سنة. ثم يستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. ثم يؤمن، يقول آمين. ثم يستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن، آية فأكثر أو سورة، قل هو الله أحد مثلا. ثم يكبر أيضا الله أكبر مع رفع اليدين حذو الأذنين والمنكبين. يقبض على ركبتين. لا يثني المرفقين. يعني يقبض قبض هكذا على ركبتين ولا يثني المرفقين. يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا. ثم يستحب أن يزيد سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. بما ورد سبحان ربي العظيم ثم الآن بين الركوع والاعتدال يقول سمع الله لمن حمده. إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. ثم بعد هذا يسجد. سجود. نعم. يسجد على الأعضاء السبعة، لابد الرجلين تكون باطن الرجلين على الأرض. يباعد بين، يجعل اليدين إلى القبلة مضمومة أصابع. لا بد من سبعة أعضاء تكون على الأرض. وخاصة الرجلين.
đang sân khăn nhớ quan trọng nhớ của thầy lý nè lên bảo nas يا مع الرجلين هكذا خطا تعمل كعب لي جهه وسهم انا او يرفع مع كذا خطا او يضع احدى الاخرى خطا نبي تشاور لا بد يضع باطن الاصابع على الارض ما بقى يعني لا بنتهم ايضا من الخطا ان يضع هكذا بالفقي هذا خطا يعني احنا نقول بك يجي كثير يعني جو ما يبقى لا بد ان يرفع المرفقين يقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى عن ويستحب له أن يزيد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم يكبر الله أكبر ويجلس. جلسات الصلاة تكون على هذه الصفة. يفرش اليسرى وينصب اليمنى يجعل المرفقين اطراف الفخذين هكذا اليد نعم والا التشهد الاخير في الصلاه الثلاثيه والرباعيه يتورط لين كان اللي cuối cùng đó cái cuối cùng như mình tập làm như vậy nè. مع الإشارة بإصبعين. سبي أم بيو بجاي كات عن بجاي. نعم هكذا يكون التوقف. بعد كده تطلع cuối cùng nè cuối cùng tập nó rồi nè نعم بعد هذا يسجد بين السجدتين يقول رب اغفر لي. كان طبيعي أن ترد وسجد يوم بعد رب اغفر لي. ويستحب له أن يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي ثم يسجد ثم يرفع يقوم للركعة الثانية يأتي بالركعة الثانية كاملة ثم يجلس للتشهد يسلم فقط برأسه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله برأسي فقط. جيب بسلام بسلام بعض الناس يسلم هكذا هذا خطأ السلام عليكم ورحمة بمنكبي خطأ. وبعض الناس يطأطي هكذا برأسي أو يحرك يديه هذا كلها أخطاء في الصلاة. نعم